السواق المتحصلين على رخصة سياقة يعني الجديدة الأكثر من سنتين 27.31% هي حصيلة انخفاض حوادث المرور مقارنة بالسنة الفارطة، نسبة قدمتها مصالح الدرك الوطني أثناء عرضها لحصيلة الوحدات المشتركة لحوادث المرور لسنة 2017. حسب القائمين على هذه الدراسة الإحصائية يرون بأن نسبة الانخفاض هي وليدة نظام واستراتيجية انتهجتها الوحدات المشتركة للدرك الوطني في التقليل من حوادث المرور. هذه النتائج الإيجابية التي تحقق على السنة الثانية على التوالي على مستوى قيادة الدرك الوطني في مجال مجابهة حوادث المرور ناتجة عن تكثيف التواجد الميداني للوحدات وكذلك الاستعمال للوسائل التقنية المتطورة لا سيما أجهزة قياس السرعة، كذلك الحضور للوسائل المموهة على الطريق والحلول الموجهة من قيادة الدرك الوطني لمستعمل الطريق سواء على جانب الاستعلام أو المساعدة أو التوجيه. زيادة عن ذلك تم الكشف عن التقنيات التكنولوجية الجديدة التي ستستخدمها مصالح الدرك الوطني للكشف عن مسببات حوادث المرور قبل وقوعها. دونك إنسان اللي يكون تحت تأثير المخدرات أو المواد أو الكحول القدرة تاعو في السياقة تنقص وبالتالي قد يتسبب في حوادث المرور. عندنا هذا جهاز مقياس الإيثيل من نوع دراجر 6820. هذا الجهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول في الهواء المستخرج. أنا أشوف الجهاز عنده خاصية للكشف الأولي عن الكحول، الخاصية هذه يتم تفعيلها فقط بضغط على زر أوكي والبحث عن الكحول في محيط الشخص. في حالة ما إذا ظهرت نتيجة إيجابية وتم الكشف عن الكحول يتم تركيب أنبوبة الزفر، نطلب من الشخص القيام بعملية الزفر. بعد مدة ثواني معدودة فقط تظهر نتيجة الكحول بالنسبة للشخص كما هذا تشوفوا نتيجة سلبية دونك في غضون حوالي 10 ثواني تحصلوا على النتيجة كما تشوفون النتيجة نسبة الكحول في الهواء المستخرج تقدر ب 0.0 ميلي غرام في اللتر دونك هذا القطعة تسمح لنا ب الكشف عن 5 عائلات من المخدرات من بينها كما تشوفون هنايا التي ار سي اللي هو الاطلاع ايضا بعض المهلوسات او المواد المخدره اللي هي البنزوديازيبين مشتقات العفيون ايضا الزنفيتامين او الاكستازي ايضا الكوكايين دونك 5 عائلات من المخدرات يمكن الكشف عنها في الطريق يعني في غضون كما راكم تلاحظون في مده زمنيه اقصاها 10 دقائق تحصلوا على نتيجه التحليل اللعاب تاع الشخص هذاك اذا كان استهلك مواد او مخدرات او مواد مهلوسه. إحصاءات وإجراءات عديدة ترجمت مسعى مصالح الدرك الوطني في التقليل من حوادث المرور والاقتراب من الهدف المسطر لبلوغ نسبة انخفاض تقدر ب 30%.